فأكسيدي الكربون نيتروجين بوند كليفج يا ألفا كربون هيدروكسيليشن هو الميجر، دائما هذا الميجر، واللي يصير على الهيترو أتم نفسه هذا نسميه ماينر، والإل هيدروكسيليشن أكشن هو الماينر. هذا أول مثال اللي هو الفاليوم الدايزيبام. هسا شوفوا هاي إن وهاي إن، ليش ما رحنا على هاي؟ لأن هاي ماكو يمها، هسا إحنا دخلنا بالأمايد، فأريد يمها كربونيل جروب، نروح على هاي اللي يمها كربونيل جروب، راح ندور شنو؟ الألفا كربون، هذا ألفا كربون، أسوي عليه أوكسيديشن رياكشن، هذا راح يطلع على شكل ألديهايد، هذا يبقى عندي الـ NH. هذا كله رياكشن. اللي ورا نفس الشيء الكلورازيبام ايضا الالفا كربون هذا يصير عليه اوكسيديشن رياكشن ويطلع على شكل ألديهايد يبقى الـ NH. هنا هذا الالفا كربون ايضا هنا هذا لا ما انا اكثر شيء اللي نشوفون السكيم كامل مال واي ترانسفورميشن رياكشن، هذا اريدكم تركزون عليه، ممكن اجيبك سؤال كامل. البقيه اللي هي كدراج بي خطوه او خطوتين، لا هاي ما تسوى، هاي انا اجيب لك الدراج الاساسي واقول لك يعني طيب باي ترانسفورميشن مالتها، وجزء احدد لك اصلا كم خطوه هي زين، واقول لك طيب هاي النماذج. بس لازم مثلا اذا هو بدايه الموضوع يعني عليه شويه شرح، لازم تحفظون في المثال، يعني جوز اقول لك اكسبلين مثلا اي هيجي، بس لا مو كلهم يعني، بس بدايه الموضوع لازم في المثال انت ببالك حتى تكتب لي اياه من اجيب لك تعريف او شيء. هذا ايضا دليل على الفلورازيما وبقيه الدراكات اللي كان موجوده في الامثله. هذا الكوتينين اللي هو كان ناتج السؤال اللي الستركتشر مال اللي سالتني عليه قبل شوي اللي كان اوكسيديشن هنا، وبعدين صار عندنا هذا الكوتينين الكيتون. هنا يقول الهايدروكسيليشن رياكشن صار على الالفا كربون المجاوره للامايد، يعني ذيك المحاضره ما كان هو صاير امايد عندنا، بس من تحول الى كوتينين صار عندي هذا الامايد، صار الاوكسيديشن رياكشن على هذا الالفا كربون، وهو مثل اللي سالتني عليه قبل شويه انه كان ليش ما يصير هنا السي اتش 3؟ هنا اللي هو داخل الجسم اللي يصير على هاي اللي بداخل الحلقه المجاوره اللي هي النيتروجين اتم. السايكروفوسفامايد هذا ايضا مهم تركزوا عليه، يعني هذا شوفوه كامل اريده كمان هو حفظ. السايكروفوسفامايد هو انتي كانسر ايجنت. شوفوا هاي ما اقدر على الشرح، يعني هو هيك يلا تفتحون هذا الموقع رقم اربعه هو الالفا كربون. هنا شوفوا فوسفامايد وليس امايد كربونيل امايد. الكربونيل مويتي المفروض ان هي مجاوره للنيتروجين في حاله الامايد هي هنا فوسفورس جروب ويا الدبل بوند او، فهاي حتى اذا مو ظلون تدورون هي هاي الجروب بس نسميها فوسفورامايد. هذا الموقع المجاور للجروب مالتنا الالفا كربون اتم يصير عليه الاوكسيديشن رياكشن يتحول بعدين الى كيتون. هذا الاربعه كيتون سايكلوفوسفورايد يكون نان توكسيك، هو بس هذا اللي هو يكون توكسيك الحالة الوسطية اللي يكون بيها هايدروكسي، بعدين من يتحول إلى كيتون يكون نون توكسيك، وهذا ممكن يتحول إلى هاي الحالة تنكسر الآسر هناي يكون الطرف مالته ألديهايد، اللي هو بعدين أيضا ممكن ينكسر أكثر يطيل الأكروني والفوسفورامايد ماسترد. هذا أساس التوكسيستي اللي يسوي أو أساس شغل الدراج كأنتي كانسر ايجنت، هذا يعني يرتب الكوفيلنت بوند ويا السيلز ويسوي لي الكارسينوجينيسيتي. ممكن يصير اوكسيديشن هو الديهايد، فالاوكسيديشن للالديهايد ينتهي بكاربوكسيليك اسيد، هذا ايضا نان توكسيك، هذين المركبين
نون توكسيك. التوكسيك هو المركب الوسطي هذا، الناتج هذا، هذا اللي يعطيني الكارسينوجينيك افكت. الاسيتامينوفين هاي مره يمكن مفروض عليكم الاسيتامينوفين شو بسوي له بالميكروسيس. وانا يمكن اول محاضره يمكن حكيت لكم شغلات بسيطه انه الاسيتامينوفين ناخذ دوز معقولة ما يسوي توكسيسيتي. زيد الدوز الجلوتاثان داخل الجسم اللي دي يسوي لي ديتوكسيفيكيشن رياكشن بالميتابولايت مال الاسيتامينوفين راح يخلص. يخلص الجلوتاثايون تبدي التوكسيك ميتابولايت يسوي لها اكيوميشن داخل الجسم ويسوي لي توكسيك افكت اللي هو يسوي لي اكثر شيء ليفر نكروسيس. فالاسيتامينوفين اللي هو براسل هول از ريليتيفلي سيف اند نون توكسيك انرجيتيك If used at therapeutic doses, it means that metabolism illustrates that the fact that xenobiotic commonly produce more than one metabolite, its metabolism also illustrates the effect of age. لأن الأطفال يسوون sulfation أكثر من glucuronidation. Infant and young children carry out sulfation rather than glucuronidation. Acetylite and phenacetin هاي المركبات هي بعدين تعطيني أصلا باراسيتامول. Even though both are considered more toxic because they produce aniline derivative besides producing toxic aniline and paraphenylethylene, these two analgesics are produced acetaminophen. هذا ايضا السلايد كلش مهم كلش مهم. انا دائما لسه صار تقريبا ثلاثه منه اكيد راح اجيب واحد من عندهم بس مقيمكم تركزون عليهم حتى يجيكم واحد ضبطين. هذا السلايد اللي هو خالي الاسيتانالاي والفن اسيتين يقول لي هو مور يكون مور انالجيسيك افكت ذان ذا اسيتامينوفين نفسه. بس هنا اصلا من يصير في اوكسيديشن رياكشن تاثير السيتوكروم بي 450 راح يلقوني الاسيتامينوفين. شوفوا الاسيتانالاي يصير عليه اوكسيديشن هنا او اتش راح يعطيني الفين أسيتين هاي هنا لازم يصير عندي أوكسيديتيف هو يصير عندي دي ألكيليشن رياكشن حتى يطلع عندي هذا المركب معناته أوكسيديتيف دي ألكيليشن رياكشن ف حتى يكون عندي بالغالي الأسيتامينوفين هو بس هاي الأوكسيديتيف الاسيتامينوفين يصير بيه ديتوكسيفيكيشن باكثر من طريقه يا اما هي الكونجوكيشن هي السلفيت جروب او هي الكوروناين هاي طبعا بالادلت هو كاتب لي بالادلت والتشلدرن لان بعد ما مكون الكوروناين فيكون السلفيشن السلفيت جروب هو المسؤول عن الديتوكسيفيكيشن هاي الان اس تي امينو كيتون هذا الامينو كيمون عفوا كيمون هذا الكيتون هذا اللي هو يسوي توكسيسيتي اذا ما توفر جلوتاثيون كميات كافيه داخل الجسم حسب الدوز اللي ياخذها الشخص. فهنا كاتب لي كوفيلنت بايندينج تو ذا هيباتيك ليفر سيل ستراكشر راح يسوي لي هيباتيك نكروسيس. هذا مركب اللي هو يكون انستيبل راح اكبرها شوي حتى بعد اشوفها. واذا موجود الجلوتاثيون راح يصير بي ديتوكسيفيكيشن ما راح يكون توكسيك راح يتصل بي الجلوتاثيون ويسوي له ديتوكسيفيكيشن. هنا يقول لي الاستينالايت هو هاي ممكن يعطيني اسيتامينوفين ممكن شوفوا هنا يتحول الى انيلين بس الانيلين هي لازم تبقى بس ال NH2 فيطلع سي او 2 سي اتش 3 من عنده يبقى بس الانيلين وذاك ايضا الفينستين ممكن يعطيني انيلين.
اثنينات ممكن يقيم انفين ويقيم ايضا لبراسيتو. هنا نفس الحكي يعتمد على الدوز، مجرد ليش حلو المسكين. بس الاو دي الكيليشن، الاو ما بي اوكسيديشن، هي بس دي الكيليشن، ما يسوي اوكسيديشن ويا نفسه. الان والاس بي هيترو اتم اوكسيديشن رياكشن. الاوكسجين لا، هي بس دي الكيليشن، اوكسيديتيف على الالفا كربون ويطلع الالكيل جروب على شكل التيهايد او كيتون. ما بي اوكسيديشن على الاوكسجين فقط، الفا كربون اوكسيديشن مثل ما نشوف احنا. الفا كربون اوكسيديشن يطلع لي كحول ويطلع لي التيهايد كومباوند على شكل التيهايد او كيتون حسب المواد. ما اشوف الكودايين هنا عندي الان metabolic product of OD methylation of codeine, the antibiotic and analgesic activity of phenacetin of acetaminophen metabolism in human epigenetic sequence of OD methylation to the active metabolite acetaminophen. فالOD methylation يعني أول شيء نسوي oxidation للألفا كربون اللي هو متصل بالأكسجين راح يصير CH2OH، بعدين يطلع على شكل aldehyde يقلص الـ OH اللي هو هنا المركب نسميه مورفين زائد الـ أوكسيديشن بالألفا سي مرتبطة بالـ N كان موجود من ضمن أسئلة اللي صار أسئلة حسب، لأن هو كنا نحكي هناك على الأمين هنا إذا نحكي على الأوكسيديشن إذا ما حددت لك أنا وأنا حددت لك كم ميتابولات أريد يعني بينها تبين إذا سوي لك سلمين هيجي يعني هذا مركب شكل ولا مركب شكل لا أنا أوضح لك إن شاء الله. الفينأسيتين بما إنه أيضا بدنا نحكي على الأو هسه ما نروح على النيتروجين نروح على الأكسجين. هم من الفينأسيتين قبل شوي أخذناه ويا الأسيتامينوفين شلون انه ممكن يطلع لي الاسيتامينوفين بالاوكسيديتيف دي الكيليشن انه هاي الالفا كربون يسوى عليها اوكسيديشن رياكشن يتحول الى طبعا يطلع اول شيء او اتش هنايه يطلع هنا الالديهايد ويبقى الاو اتش اللي هو كجنرال ستراكشر كله هو الاسيتامينوفين. يقول لي هذا المركب بي 2 اكوفلنت او سي اتش 3 لو صرنا لان نفس الشيء بس هذا يختلف هذا راح يصير عليه اوكسيديشن وايضا هذا يصير عليه اوكسيديشن او يتشوه واحد يعني هنا اكوفلنت. هسه الكربون سلفر الكربون سلفر يصير بي اوكسيديشن على السلفر يعطيني سلفوكسايد يعطيني سلفون صف اوكسيد يكون الاوكسيديشن عليه مره واحده يتصل بO واحده الصفون يتصل بـ2O يعني هاي كفاذر اوكسيديشن ريأكشن وممكن يصير على الالفا كربون اللي هو الميجر باث واي. هذا المثال 6 ميثيل ثايوبيورين هذا الالفا كربون بالنسبه للسلفر صار على الاوكسيديشن ريأكشن طلع الالديهايد يبقى السلفايد اللي هو مركب كله 6 مركب توبيورين هذا انتي كانسر ايجنت فهنا كل شيء ثابت عدا الاختلافات الستركتشرات يعني شاذه من القاعده انه هي يطلع عندي دائما الالتي هاي بالكيتون ويبقى عندي الهيترو اتم بالمركب. الكونتراست نقارن تو او ان ان deactivation example of drug undergoing S deactivation in human are limited because of the small number of sulfur containing medicinal
ما بحب السفر ترى بالدراس. من يصير السفر بالدراس أغلبية يكون كارسينوجيني. فما بحب يعني مركبات اللي يخبرها. And the competing metabolic S oxidation process. Oxidative conversion of carbon sulfur double bond نسميها الثيونو to the corresponding carbon oxygen double bond. هاي يعني هاي carbon bond sulfur carbon bond oxygen ايش الاختصار؟ It's called desulfuration. الكربون سلفر يتحول الى carbon oxygen desulfuration طلع السلفر من المركب. A well-known drug example of this metabolic process is the biotransformation of the thiobental. هذا مهم الثيوبنتال to its corresponding oxygen analog bentobarbital. أنا أكتبكم إحنا عقبات التقنية بس هذا لازم تحفظوه لأن احتمال أجيبكم إياه يعني أجيبكم شيء عليه. الثيوبنتال فالعملية اللي خلالها تتحول هاي البوند الكربون بين الكربون دبل بوند بين الكربون والسلفر إلى كربون دبل بوند أو اللي نسميها دي سلفوريشن. هذا المركب هو نفسه اللي تغير كله بس إنه هاي دبل بوند شال إس صار أو. اسم العملية دي سلفوريشن. هذا مثال أيضا هنا الألفا كربون نسميه أوكسيديشن رياكشن وبعدين تكسر الآصرة بيناتهم بين الكربون والسلفر ويطلع عندي الكربونين. هنا أيضا تكسر هاي الآصرة بعد ما يتسوي أوكسيديشن على الألفا كربون ويطلع عندي هالألديهايد يبقى اس اتش سلفايدين كومباوند. Organo sulfur xenobiotic commonly undergo S oxidation to yield sulfoxide derivatives. Several phenothiazine derivatives are metabolized by this pathway. For example, both sulfur atoms present in pyridazine are susceptible to S oxidation. شوفوا يصير S oxidation هو B2S وفين يصير عليهم oxidation على two steps. يعني هذا الأس اللي هنا صار عليه oxidation صار sulfoxide. بعدين further oxidation صار سلفون E2 oxygen. هاي السلفر اللي جهتي يسار هاي جهة يسار معزي هاي جهة السلفر أيضا يصير عليه 2 step of oxidation reaction حتى يتحول إلى سلفون اللي هو السلفور الغازين بالنسبة هاي الحالة. السيميتيتين التجميت إذا مر عليكم إن شاء الله في صيدلية الأهل يستخدمون تجميت لترشيد المعدة أشتو بيستعمل أنتاغونيست السيميتيتين عن ميتاميد the corresponding sulfoxide derivative are the major thermodynamic ميتابولات أيضا أوكسيديشن على السلفر نفسه هو أكو ألفا كاربون يصير عليه أوكسيديشن رياكشن تايب بس هو السيميتيلين داخل الجسم الميتابولات تيبوها تيبوها صار اوكسيديشن على السلفر اتوم. سلفوكسيد ذات ميتابولايت مي بي فاردر اوكسيدايز تو سلفون. The sulfoxide group present in the immune suppressive agent الأوكسسوران is metabolized to a sulfone moiety in human dimethyl sulfoxide is found. دايمثل سلفوكسيدي وحتى موجود كسائل هذا يستخدم بتحضيرات مالبيضية. It's found primarily in the urine as the oxidized product dimethyl sulfone. Sulfoxide metabolites such as those of thiobutazine reportedly undergo further oxidation to their sulfone derivatives. اللي بي سلفوكسيد دائما يتحول إلى سلفون إذا أريد منكم further oxidation reaction. هاي الأوكسسوران هو اللي هو بسلف أوكسيد صار سلفون further oxidation reaction. الدايمثل سلف أوكسيد أيضا صار سلفون مو سلف أوكسيد يصير بي أكسجين أتم ثاني. ما بقى شيء ترى يعني شاء الله 10 دقائق بس. I
الأكسديشن أو الكحول الآن أفضي هاي الآن بدأت المحاضرة يعني كل الأولى قلت لكم عليها من الكحول أي إذا برايمري إذا برايمري يصير أول شيء أفضي هاي بعدين يتحول إلى كاربوكسيليك أسيد السكندري يصير أول يصير كيتون ليس بعد كاربوكسيليك أسيد المني أكسيد البروسيس example بنزين أليك or aliphatic hydroxylation generate alcohol or carbenone to hash. Metabolite as intermediate product. If not conjugated, these alcohol products are further oxidized to aldehyde if a primary alcohol or to ketone if secondary alcohol. Aldehyde metabolite resulting from oxidation of primary alcohol or from oxidative deamination of a primary aliphatic amine often undergo oxidation to generate polar carboxylic acid derivative. As a general rule, primary alcohol group and aldehyde functionalities are quite vulnerable to oxidation. Several drug examples in which primary alcohol metabolite and aldehyde metabolite are oxidized to carboxylic acid products are cited in previous lectures. شوفوا هاي السلايدات الباقية يكتب لي الكوإنزيمز اللي ممكن تدخل في التفاعلات ممكن إنه التفاعلات السابقة إذا أقول لك أسألك على الكوإنزيمز ممكن تستفاد من اللي موجود هنا although secondary alcohol are subject to oxidation this reaction is not often important because the reverse reaction هو يطلع لي كيتون فالكيتون ممكن يرجع الى سكندري الكحول فلهذا مو كلش مهم بالنسبه لسكندري الكحول عمليه الاوكسيديشن بس فقط للبرايمري الكحول السكندري الكحول being polar and functionalized is more likely to be conjugated than the ketone moiety شوفوا هنا الكحول برايمري الكحول وجود الناد اللي يصير ناد اتش هذا الكوإنزيم يطلع عندي الألديهايد وبعدين الألديهايد يتحول إلى كاربوكسيليك أسيد. عشان هو يدل على إنه العملية ما تو أوكسيديشن فطلعنا يعني يا إما نعطي أكسجين يا إما ناخذ الهيدروجين فإنها طلع لي الهيدروجين من الماي. فهنا الباي كونفرجن أوف الكحول to aldehyde and ketone is catalyzed by soluble alcohol dehydrogenase present in the liver and other tissues. فهذا الانزيم هو المسؤول. الناد is required as a coenzyme, although NAD P also may serve as a coenzyme. The reaction catalyzed by alcohol dehydrogenase is reversible but often proceed to the right because the aldehyde formed is further oxidized to the carboxylic acid. Several aldehyde dehydrogenases, including aldehyde oxidase and xanthine oxidase, carry out the oxidation of aldehyde to their corresponding acid. As we know, the aldehyde coenzyme is responsible for it, NAD and NADP. The enzyme is dehydrogenase, dehydrogenase. Metabolism of cyclic amine to their lactam metabolite هاي ما عاد علينا بالمحاضرة السابقة بس هنا حتى يقول لي منه مثل ما قلنا يحدد لي كم شغلة example النيكوتين الفلميترازين and المثل فنيجيت هذني كلهم كانوا موجودات بالمحاضرة السابقة it appears that soluble or microsomal dehydrogenase and oxidases are involved in oxidizing the carbenone group of the intermediate carbenonamide to a carbonyl moiety. For example, the metabolism of midazepam to diazepam, the intermediate carbenolamine undergo oxidation of its dehydroxy group to a carbonyl moiety. A microsoma, dehydrogenase, carries out this oxidation. كل هذا الحكي عم بدي يقول dehydrogenase oxidases بس هو هذا soluble مايكروسومال ديهيدروجينيز هو المسؤول عن هاي العملية.
اللي شفنا المحاضرة السابقة عن الأمين يعني ألفا أوكسيديشن بعدين صار عندي الكربونيل مونوكسيد. هاي الأثر أوكسيدات الباثوي هاي ما إلها قاعدة، هي تنحفظ هاي الأمثلة مثل ما هي ما إلها قاعدة. Oxidative aromatization or dehydrogenation and oxidative dehydrogenation. Dehydrogenation metabolic aromatization has been reported. يعني هو aromatization. هو المركب مثل aromatic راح يصير aromatic compound. Has been reported for the Norge tree. Aromatization or dehydrogenation. أضيف هيدروجين. عفوا أخذ هيدروجين حتى يصير عندي double bond. أضيف إلى تو كاربون يعني متجاورة أخذ من كل واحد هيدروجين أتم حتى تكون عندي الدبل بوند حتى تشبع لي الرينج مالتي. Metabolic aromatization has been reported for norgestrel aromatization or dehydrogenation of the A ring. شوفوا هي كان فيها اسمه دبل بوند صار عندي 3 دبل بوند والهيدروكسيل جروب. الرينج present in this steroid lead to the corresponding phenolic product 17-alpha-18-18-homo-stradiol. فهذا يعني لا تحفظ الستراكشر بس كشرح اريد تحفظه وايضا التغيير اللي دي يصير في الجبهه هذه اللي الميتابوليزم مالته. فهذا يراد انه تحفظه هذا الشيء لان ما له قاعده مثل البقيه اللي اخذناها. لا لا استركتشر لا تقول يعني اللي اقول لك احطه احطه البقيه لا انا اعطيك اياها بس اعطيني الميتابولايت. هسه الهالوجينيشن اللي كنت يكون ايضا مهم. Many halogen containing drugs and xenobiotic are metabolized by oxidative dehalogenation. من اسمه dehalogenation بتطلع الهالوجين كلور فلور بروميد. لازم تحفظ البقية شنو مثلا الأيداي لازم تعرف من شنو بس أنا أكثر شيء موجود كلور بروم فلور. فولاتايل أنستاتيك أجنت الهالوفين إز ميتابولايز برنسبلي تو تراي فلورو أسيتيك أسيد إن هيومن. شوفوا هنا هذا الهالوفين شلون عندي شوفوا هنا البروم وعندي الكلور وعندي الفلور الكار صار عندي أوكسيديشن رياكشن هنا بعدين يطلع عندي البروم على شكل هيدروجين بروميد يتكون عندي الكربونيل بعدين ايضا الكلور يطلع على شكل HCl ويعطيني هذا الفاينل برودكت اللي هو تراي فلورو اسيتيك اسيد. وجود المي هو صار الديهالوجينيشن هنا صار أول شيء على البروم بعدين طلع على الكلور بس الكلور من البيرنت كومباوند. الكلوروفورم كلوروفورم بي بس كلور also appear to be metabolized يطلع الأول بعدين الثاني يكون المركب يقل أيضا يطلع روحيانا على شكل هيدروكلوريك أسيد. كلوروفورم also appear to be metabolized metabolite oxidatively by a similar dehydrogenation pathway to yield يعني أيضا oxidation على الكربون يطلع الـ HCl وبعدين يطلع HCl molecule ثاني. اللي يقول لي الفوسجين هاي الكلوروفورم صار oxidation هاي على هاي الكربون طلع الـ HCl هاي الـ HCl يبقى عندي كربوني على المركب وجود الـ H2O راح يطلع عندي HCl H2CO. هذا الفوسجين ممكن يسوي كوفالنت بايندينج ويا الماكرو موليكيول ويسوي لي كارسينوجينيسيتي. معروف الكلوروفورم انه هو كارسينوجينيك يسوي لي اكثر شيء هيباتوتوكسيسيتي ونيفروتوكسيسيتي. الفاينل اكزامبل مال الديهالوجينيشن بالكلوروفينيكول قرار ما دار ما موجود بس ذاك إنجكشن ولا كبسول ما حد بعد يمكن إذا ذاك ما دار الكلور شوفوا هاي عندنا تو كلور صار الأوكسيديشن مثل البقية على هاي
هذا يقول هذا البورشن نسميه دايكلوروأسيتاميد بورشن. صار الأكسديشن هنا يطلع عندي موجود Cl راح يطلع HCl تبقى Cl وحدة، وهذا المركب يكون كارسينوجينيك ويسوي كوفالنت بوند ويا المعتاد يعني ARNA ماكرومولكيول البروتين أو وجود الهوتر تطلع أيضا Cl الباقية ويكون هذا الأوكساميك أسيد الدرجة هو الفاينل برودكت. سؤال ثاني.